حضراتكم من النجف الأشرف أحياء الذكرى 100 لثورة 20 ضد الاحتلال البريطاني بحضور وزير الثقافة والسياحة والآثار حسن ناظم وعدد من أعضاء مجلس النواب ووجهاء وشيوخ العشائر وأحفاد الثوار آنذاك. الصحف التي صدرت زمان الثورة والتي في نفس الوقت أرشفت لأحداث الثورة، فجزيل الشكر على كل ما قدمه من جميل. الآن الدور لقراءة أخرى عن ثورة العشرين في هذه المداخلة سيكون عن دور العشائر في ثورة العشرين وأهمية هذا الدور، لا سيما أن هنالك طابع كبير غلف الثورة أو مادة أساسية لحركة الثورة كانت من العشائر العراقية المختلفة. سيقدم هذه المداخلة الشيخ الدكتور عبود العيساوي، وهو أيضا غني عن التعريف، فهو السياسي والأستاذ الجامعي ووجيه والشيخ لقبيلة كبيرة ومعروفة في العراق. سيقدم قراءة لزاوية محددة وهي دور العشيرة في ثورة العشرين، فليتقدم مشكورا. حياكم الله. مناسبة طيبة، لابد نشكر كلية الآداب وجامعة الكوفة وإدارة خان الشيلان واللي هو عبارة عن متحف لثورة العشرين وسادة المحاضرين. الكل يعرف إحنا أمام عتبة تاريخ مهمة وهي ذكرى المئوية لثورة العشرين. ثورة العشرين الثورة الشعبية العارمة التي اشتركت بها كل عشائر العراق وشرائح مجتمعية مختلفة ساهمت أو مهدت لهذه الثورة. عندما نتحدث عن الثورة العشرين لابد أن نرجع للأسباب. الأسباب اللي دعت إلى هذه الثورة العارمة هو سوء الإدارة البريطانية آنذاك، وكذلك العامل الاقتصادي اللي أثقل كاهل المواطن العراقي من خلال الضرائب اللي كانت تفرض على المزارعين، على الأراضي، على الأسواق، على التجار، علاوة على هنالك الحركة الأدبية الثقافية الإعلامية اللي كانت في بغداد وفي النجف وفي مدن أخرى كانت تناغم حرية المواطن العراقي وتناغم تحريك مشاعر العشائر والمجتمع بشكل عام. علاوة على أن هنالك مقدمات للثورة، دليل عندنا ثورة النجف 1918. كل هذه الأسباب، ويأتي السبب المهم جدا هو السبب العامل الديني اللي كان مؤثر وبالتالي يواكب حركة البلاد ويكون قريب من وجع الناس. لذلك كانت العشائر العراقية مرتبطة ارتباط وثيق بزعماه، وزعماء العشائر مرتبطة بالمراجع وكانت قريبة من الأحداث. لذلك كان الدور الكبير لهذه العشائر عندما أدت الواجب من خلال الفتوى الجهاد اللي أطلقت سماحة المرجع الشيرازي. لذلك زعماء العشائر بلغوا عشائرهم، خاصة نتكلم إحنا على منطقة الفرات الأوسط. لذلك هبت هذه العشائر ضد الإنجليز ومطالبة بالاستقلال وإقامة دولة، وكانت الشرارة الأولى هي من الرميثة نتيجة لاعتقال الشيخ شعلان أبو تشون، وكان دور لعشائر بن حشيم قيادة الشيخ غتية الحرشان. بدأت الشرارة هناك، وبالمناسبة بدأت بالرميثة وانتهت في الرميث. هبت عشائر العراق الأخرى في الديوانية وفي المثنى وفي النجف وفي كربلاء وفي بابل، هذه هي المناطق الفرات الأوسط، هبت بأسلحتها البسيطة تقارع أقوى دولة عظمى في ذلك الوقت، وكانت معارك العرضيات، معارك سوير، معارك حصار أبو سخير، معركة الرارنجية المعركة الكبرى، معركة المدفع في الكوفة، إغراق الباخرة فاير فلاي، علاوة على أن عشائر الأخرى في عموم العراق هبت وانتخت، ودليلنا في بغداد، دليلنا في أبو غريب، دليلنا في الناصرية، دليلنا في ديالة، دليلنا في عقرة، دليلنا في تل لعفر. هذه اللي أتذكرها المعارك، وهذا تدل على أن الثورة ثورة عامة لكل العراقيين، ولكن كان بدايتها في الفرات
ونهايتها في الفرات، وكان العمود الفقري لهذه الثورة هي عشائر الفرات الأوسط، نتيجة لقريبة من فتاوى المراجع، قريبة من الوعي الثقافي اللي كان في النجف، وكذلك الارتباط هذه العشائر بمشايخها وارتباط المشايخ بالمرجعية وبالحركة الثقافية اللي كانت في النجف وكربلاء وفي بغداد. لذلك هذه الثورة الحقيقة من لكل عراقي يعتز بها أنها أن تكون هي ثورة شعبية الأولى، اللي كانت ثورة عارمة وكانت تهدف إلى إقامة دولة وتحقيق الاستقلال ودحر دولة غاشمة استعمار، خلاص من الاستعمار. وفي الإحصائيات الثوار أعطوا ما يقارب 8000 شهيد من الثوار، وهنالك خسائر الإنجليز على ما أتذكر هنالك بحدود 500 قتيل وبحدود 1200 إلى 300 جريح وبحدود 600 مفقود، على وعلى الأسرى اللي أسرتهم العشائر، كل عشيرة أسرت عدد، وفي خان الشيلان هنالك عدد وكتابات يمكن يتحدث بها الأخ مدير المتحف للأسرى اللي كانوا في هذا المكان. هذا المكان مكان رمزي ومكان نعتبره يعني صرح للتاريخ العراقي اللي يحكي لنا عن الثورة وعن معالمها وعن مقتنيات الزعماء. لذلك احنا لابد ان نستذكر شهداء الثورة، ونستذكر زعماء القبائل زعماء الثورة، ونستذكر الرجال العشائر اللي هبوا وقاتلوا الإنجليز، وبالتالي نأكد دائما على أن الثورة هي كما طالبنا في مجلس النواب ونطالب الآن أن تعتبر هي عيد وطني أسوة بالأعياد الوطنية اللي يحتفل بها العراقيين عموما، لأن هذا تاريخنا ولا بد أن نعتز به أسوة بكل شعوب العالم دائما تعتز بتاريخها وبثوراتها. لذلك تحية لزعماء الثورة، تحية إلى كل من ساهم في تدوين من الأساتذة والمؤرخين تدوين ملاحم الثورة، وبالتالي إن شاء الله نلتقي بمناسبة أخرى، وإن كان هذه المناسبة هي الذكرى المئوية، جاءت في ظرف صحي قاهر موضوع انتشار هذا الوباء، وباء الكورونا، لكن إن شاء الله يبقى العراق جميعا بشعبه سالما معافى، وتعاد لنا الذكرى القادمة في السنة القادمة ونحن إن شاء الله في أتم حال، وخلص العراق جميعا وشعبه من الوباء. وحي الله كلية الآداب بعميدها وبإدارة المتحف وبالسادة المحاضرين الدكتور الحكيم والأستاذ كامل سلمان، وشكرا جزيلا. شكرا لكم، شكرا دكتور على هذه الإضاءة الجميلة التي سلطت فيها الضوء على دور العشيرة في ثورة العشرين، وهي زاوية يبدو لي ما تزال تحتاج إلى الكثير من البحث والحفر التاريخي، لا سيما ما يتعلق بأحفاد الثوار. نعم. على موضوع ما يزال حي وقابل للبحث والدراسة والأرشفة، فشكرا جزيلا لكم على كل ما قدمتم. الآن نحاول أن نتناول موضوع آخر، هو دور الشباب النجفي في ثورة العشرين، ومحاضرنا لهذا الموضوع هو غني عن التعريف في مفصل تاريخ ثورة العشرين، وهو الأستاذ الدكتور كامل سلمان الجبوري، فهو المؤرشف الأول ربما لهذه الثورة وجامع وثائقها وصاحب ومؤسس متحفها، فله الكثير من الأبحاث والدراسات وسنوات طويلة من جمع الوثائق وأرشفتها بشكل ربما لا نجده إلا عند هذا الباحث الفذ في هذا الباب. استثمارا للوقت أترك المجال للدكتور كامل سلمان الجبوري ليقدم رؤيته وإضاءته أو أصبوحته بالأحرى لموضوع الشباب وثورة العشرين. فليتفضل مشكورا. شكرا جزيلا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه وسيد بريته محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحبه المنتجبين. السلام عليكم أيها السادة ورحمة الله وبركاته. الحقيقة أنا كنت محضر بحث، بس البحث يطول نصف ساعة، فلذلك
لاختصار للوقت اخترنا موضوع دور الشباب النجفي. مائة عام تمر على العراقيين، وفي كل عام منها يستذكرون هذه الثورة المباركة بإكبار وإجلال، تخليداً لها ولرجالها شهداء أو أسرى أو بقي منهم نفراً على قيد الحياة، ولكل من هؤلاء قصص وحكايات بطولية شاهدها أو سمعها. دور الشباب النجفي في صناعة التاريخ الثوري. أربعة شباب في مدينة النجف قلبوا موازين سلطة الاحتلال البريطاني، شباب لم يتجاوز العقدين من الزمن، اتفقت آراؤهم على ضرورة العمل لتغيير الأوضاع التي يتعرض لها الوطن والنجف خصوصا، ولم يكن يوم ذاك متنفسا لهؤلاء الشباب وموضعا يفكرون فيه الخلاص من سلطة الاحتلال الأفكار والأرواح، فلم يكن هناك سوى سكة الحديد، سكة المحجة الحديدية التي تخترق مقبرة النجف الكبرى التراموي، فيجلسون هناك يتذاكرون بحماس سبل العمل للحيلولة دون نجاح مؤامرة الاستفتاء الذي تقرر أن يقع في العراق بعنوان الديمقراطية وحرية الانتخاب، يقع عاجلاً أو آجلاً. قام هؤلاء الشباب وهم السيد أحمد الصافي النجفي، وكان عمره يوم ذاك 20 عاماً، والسيد حسين كمال الدين، وكان عمره يوم ذاك 19 عاماً، ثم السيد سعد صالح جريو والسيد محمد علي كمال الدين، وكل منهما له من العمر 16 عاماً، وأكبرهم سناً بقليل السيد محمد سعيد كمال الدين الذي قارب عمره 3 عقود من الزمن. فقد حشدوا الطاقات لأن يكون الاختيار لحكومة عربية ملكية نيابية ديمقراطية يحكمها الدستور والشرع، وقاموا ببث الدعوة بين صفوف المثقفين وحملة الفكرة العربية رغم قلتهم، وتمكنوا من استمالة عدد من رجال الدين وزعماء القبائل، وكانوا ضمن اللجان التي تشكلت لإدارة القضايا العامة في النجف في الفترة الواقعة بين ثورة النجف وقبل ثورة 20. فكان سعد صالح من شباب الأحرار الذين جندوا أنفسهم للعمل في تنفيذ المخططات الوطنية التي ترسمها لهم طبقة الأحرار التي تضم كبار العلماء والأدباء والمفكرين كآل الشبيبي والجواهري وكاشف الغطاء وآل كمال الدين وآل الحل وغيرهم، وقاموا بتوزيع النشرات السرية والصحف الواردة من دمشق وغيرها بشكل سري دقيق، وقاموا بنشر نسخ من العالم العربي الوارد من سوريا إلى القرى والأرياف والحواضر العراقية الأخرى، ورفعوا نسخة منه على سطح سوق الخياطين في النجف. ثم قاموا بإصدار جريدة الفرات ونشر بعض البيانات الحربية التي تردهم من أخبار جبهات القتال، وأعقبتها جريدة الاستقلال. وبعد أن أفشلوا مخطط الاستفتاء اتصلوا بالإمام الشيخ محمد تقي الحائر الشيرازي المقيم مؤقتاً في الكاظمية يوم ذاك، وأقنعوه بقيادة الثورة، وقد استجاب للواجب الشرعي وأصدر أمره بوجوب المطالبة بالحقوق سلمياً ورعاية الأمن والنظام، وعند عدم تنفيذ المطالب يجوز لهم التوسل بالقوة الدفاعية. ومن ضمن اتصالاتهم كانت مدينة الرميثة التي انطلقت منها الشرارة الأولى للثورة في 30 حزيران 1920، وتحقق الحكم الوطني. هذا ما أمكننا إراده في هذا اللقاء السريع، آملاً أن أكون قد قمت بجزء من استذكار هذه الثورة المباركة. فإلى رجال الثورة الأمناء من أبطال شعبنا الطيب عاطر الثناء ومأثور الحمد وزاكي التحيات، وإلى الشهداء الأبرار من آبائنا وأخواننا الخلود والمجد والعظمة، شاكراً لإصغائكم واستماعكم، شاكراً لكلية الآداب في جامعة الكوفة وإدارة المتحف الوثائقي لثورة 20، شكراً جزيلاً لكم
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحسنتم دكتور، شكراً، شكراً لما قدمته، شكراً للمداخلة التي سلطت الضوء على جانب ربما أو زاوية الشباب يعني. وجرت العادة دائماً للشيوخ دور، وهو فعلاً لهم دور، لكن الزاوية يبدو لي جديدة في تناولها في تعاطيها، وأنا أعتقد لديكم الشيء الكثير في هذا الباب، لكن ضيق الوقت هو الذي حال دون التفصيل أكثر. دكتور كأنه كأن المعروف مثلاً سيد حسين كمال الدين، سيد سعيد كمال الدين، كذا كذا، الناس تستذكر كأنه تجد مثلاً سيد سعيد عمره 70 سنة، فلان عمره 60 سنة، في حين هي الحقيقة عمرهم ما تجاوز 20 سنة. أحسن. إن شاء الله ما يزورهم إن شاء الله في دارهم في فعلهم. شكراً لكم دكتور على كل ما قدمتم. الآن يعني محاضرنا الأخير في ندوة الذكرى المئوية لثورة 20 هو الدكتور حمزة الخالدي، سيحدثنا عن هذا المكان بوصفه رمز أرخ للكثير من حوادث الثورة وتفاصيلها، ويعد وثيقة مادية لأحداث الثورة، وهو خال الشيلان في المدينة القديمة في مدينة النجف الأشرف. فليتفضل مشكوراً للحديث عن هذا المكان بتفاصيله الآثارية والتراثية. السلام عليكم. عليكم السلام. طبعاً احنا نرحب بكم أجمل الترحيب بمتحف تراث النجف اليوم اللي كان اسمه خان الشيلان. بهذه المناسبة طبعاً الذكرى المئوية لثورة 20، وانتم الآن حقيقة هذا المكان هو وثيقة تاريخية يعتبر مادية بنفس الوقت. القاعة اللي احنا قاعدين بها اسمها قاعة ثورة 20، والبانوراما اللي يشوفوها كلها اللي تحكي عن ثورة 20 هي اسمها بانوراما ثورة 20. فهذا المكان اللي هو الآن متحف تراث النجف من أهم معالم مدينة النجف الأشرفة التراثية، إضافة لما احتواه من حقيقة اعتقال الأسرى بعد معركة الرارنجية. طبعا تحدثوا الأساتذة الكرام وكثير من المؤرخين عن هذه تاريخ الثورة، بس احنا اللي له علاقة بمتحف تراث النجف هو معركة الرارنجية، وتعتبر هذه المعركة من أهم معارك حقيقة ثورة 20. فاستطاعوا بها الثوار أن يعني حقيقة يصدوا الجيش البريطاني، جيش بريطانيا العظمى، وينتصروا عليه. وهو معروف يمكن من خلال الانتصار هذا أغنموا الثوار المدفع، ومع المدفع 167 أسير، ومن ضمنهم ضباط 2، ضباط بريطانيين 2. هذا المكان هو أصبح معتقل للأسرى البريطانيين، فبقوا بهذا المكان بحدود 4 أشهر. هنا ترعاهم، هنا هذا المكان هو هاي الرعاية كانت طبعا بوقت زعامة الشيخ شريعة الأصفهاني بتوجيه من عنده، إضافة إلى شباب مثل ما تفضل الدكتور كامل، وهم عبد الرزاق عدوى ومحسن شلاش ومجموعة كبيرة من شباب النجف، كونوا جمعية للتاريخ. الجمعية قبل ما تنبثق جمعية الأمم المتحدة بال43 أعتقد، مال رعاية الأسرة أو رعاية حقوق الإنسان. فبهذا المكان كانوا يطوهم الأطعمة، يطوهم الزكاير، إضافة أو ورقة وقلم حتى يراسلون أهلهم بهذا المكان. فبقوا 4 أشهر إلى أن سلموهم. أحد الضباط الكبار اللي موجود وثيقة الآن عندنا يتكلم يقول أهالي مدينة النجف الأشرف أو العراقيين راعونا كأسرى حرب أكثر ما راعونا دول أوروبية عندما كنا أسرى بالحرب العالمية الأولى. شوف يقول هاي الشريعة أو دينهم السمح للأسرى هو كانت رعاية إن كبيرة، كانت مراسلات، ولا زالت كتاباتهم ورسوماتهم وعناوينهم موجودة، وكان من أهم هذا الحقيقة من أهم الألوية اللي عندهم هو لواء مانشستر لواء 55. هذا كان من أقوى الجيوش اللي بمنطقة الفرات الأوسط، استطاعوا هذا الثوار بزعامة يعني 4 من الزعماء العشائر
أنا بخطة عسكرية أنا يحققون هذا الانتصار، والهزوجة اللي معروفة طوب أحسن لو مقواري هو بالمقوار. إحنا من جامعة مانشستر البريطانية جونا 4 أساتذة، فكانوا همهم الرسومات الأسرة الفوق، إضافة هل هذول اللي استطاعوا أن يمرغون يعني حقيقة وينتصرون على الجيش البريطاني، هل هم تابعين للجيش العثماني؟ هل هم دارسين أكاديمية عسكرية؟ فبقوا يومين هنا يمكن عندنا، وإحنا استفادين من وثائق جايبين عندهم والوثائق اللي إحنا انطيناهم، فكانوا يعني مستغربين إحنا من قلنا لهم هؤلاء يناضلون ويقاتلون عشائر عربية بمجرد العقيدة والدافع الوطني، لا عثمانيين ولا دارسين أكاديمية عسكرية. يعني هم يقصدون هل هم دول ضباط؟ البقية زعماء عشائر والبقية كلهم ناس أصحاب أراضي زراعية. فشوف هي هذا التاريخ عبرة لمن اعتبر. اليوم متحف تراث النجف حقيقة هذا التاريخ بعبقه وإشراقته احنا نرويه للأجيال، إضافة إلى كونه هو مكان من أهم مباني التراثية. اليوم مجموعة كبيرة استطاعينا أن حقيقة نحصل عليها من الوثائق المهمة والصور والمخطوطات اللي تخص هذه الثورة، وإضافة إلى ثورة 18 وثورة 15 مال النجف كليتها، هاي حتى نروي طلبتنا وأجيالنا القادمة بأن أجدادنا أو آبائنا عرفت كانوا ناس يحبون الوطن، وحبهم للوطن هو دفعهم أن يقدمون حياتهم لا أكثر، لا مصالح لا أحزاب لا حقيقة مثل ما نشوف اليوم يجري يعني مصالح أكثر من اللازم. فهي هذا التاريخ عبرة لمن اعتبر. فهذولا إحنا الآن نرعى آلاف الوثائق ونقدمها للطلبة، إضافة للزائر الكرام من العراق ومن الدول العربية، إضافة للأجانب. حقيقة إحنا اليوم هاي الذكرى المئوية إحنا كنا عاديلها يعني أكثر من هذا، والمتحف دائما يعني يستضيف محاضرين وأساتذة كرام يتكلمون عن تاريخ هذه الثورة أو ثورات القادمة اللي سبقتها أو شغل أحداث تاريخية مهمة في هذا المكان. وانشأنا بنفسه الشارع الخورنق الثقافي اللي موجود باب المتحف اللي هو كأنما يشبه الشارع المتنبي الثقافي، كل هذا حتى نوصل الأحداث التاريخية المهمة لأبنائنا وزائرينا الكرام. وإن شاء الله إحنا طبعاً نشرف هذا اللقاء من عميد كلية الآداب والأساتذة الكرام النائب والأساتذة الكرام الدكتور حسن والدكتور كامل وأخوتنا الحضور، نشرف بهم بهذا المكان. وإحنا نقول هذا المكان أي واحد إحنا فاتحين إيدينا حقيقة نشجعه ونرعاه حتى يقدم ويروي التاريخ الصحيح والمهم لهذه الثورة وغيرها إن شاء الله والأحداث التاريخية. وموفقين إن شاء الله، ونتمنى للعراق إن شاء الله الصحة والسلامة إن شاء الله والحفظ لكل الأجيال إن شاء الله. أحسنتم دكتور، شكرا جزيلا لما قدمته بما يتعلق بأهمية هذا المكان بوصفه أرشيف ووثيقة حية معاصرة لثورة 20. وحتى لا يفوتني أن أذكر شيء أساسي كانت تنوي جامعة الكوفة كلية الآداب أن تقوم به، وهو عقد مؤتمر دولي بمواصفات عالمية تستقطب الكثير من الباحثين والدارسين المعنيين بحدث ثورة 20. لكن لا يخفى على الجميع أثر الجائحة وانعكاساتها على كل فعاليات ومناحي الحياة العلمية والاجتماعية، فلذلك اختصر كل هذا المؤتمر تقريبا بهذه الأسبوحة الجميلة التي تعاطت مع حدث الثورة 20 من زوايا
مختلفة ومتنوعة. أقدم شكري وامتناني إلى كل من ساهم وحاضر في هذه الندوة، وهم الأستاذ الدكتور المتمرس حسن عيسى الحكيم، وسيادة النائب الشيخ الدكتور عبود العيساوي، والمؤرشف الأول لثورة العشرين الأستاذ الدكتور كامل سلمان الجبوري، ومدير المتحف السيد خالد حمزة الخالدي. على أمل أن تكون للجامعة وللكلية ندوات تشارك فيها المجتمع الكثير من فعالياته، وبالنهاية أود أن أقدم أيضا